وصلنا لنهاية محطاتنا، ومثل ما بيقولوا مسكة، أو خلينا نقول ختام مزبوط عفاف. يعني طبعا كل المناسبات بتتميز بالأكلات، ويمكن بالأعياد بالذات بتكون هاي الأكلات مختلفة، خصوصا نحن عم نحكي عن العيد، فما فيه يمر العيد من دون حلو. عيد السنة كان مختلف شوي، خصوصا إجا شهر رمضان مع أعياد الفصح، فكان في عنا حلويات متنوعة اللي بنشوفها بعيد الفصح، وأيضا اللي بنشوفها بعيد الفطر. لهيك اليوم رح نحكي عن المطبخ السوري، الحلويات المميزة بالأعياد. طبعا ما بقدر أوصف لكم، يمكن فيني أوصف المشهد أو الكاميرا تظهر هذا الشيء، ولكن الريحة اللي عم نشوفها هلا أكيد لو فينا كمان نوصل لو فينا نقدر نوصلها، بس يمكن بعد كم سنة حيصير في هذا التفاعل أكثر إن شاء الله مع المشاهدين. أما اليوم رح نحكي أكثر عن حلويات العيد، بيصيرنا طبعا يكون معنا بالاستوديو الشيف الياس صغيب اللي هو متخصص بطبعا الحلويات. يسعد صباحك الشيف، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح مبارك بكل الأعياد. سنة عن جد الصباحات كانت غير شكل مميزة، عيد 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 ورا بعضهم، يعني فترة 20 يوم كلها أعياد. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. يسعد صباحكم، يسعد صباح كل اللي عم يتابعونا. يسعد صباحك مرة ثانية. يعني دائما وقت بدنا نقول عن طاولة العيد السورية بتحتوي أصناف عديدة ومتنوعة، منها شرقية وغربية كمان، وبيكون فيها هيك جميع الحلويات وكوكتيل مميز من الحلويات. يعني بتاكل هون شوي مالح، هون شوي حلو، هون شوي، يا ريت لو الطعمة توصل للناس يلي برا سوريا لحتى يتعرفوا على هاي الطعمات الحلوة، ويلي طاولة العيد ابدا ما بتكمل الا اذا كانت هاي الحلويات موجودة فيهم. خلينا بالبداية نتعرف على انواع هاي الحلويات وكيف تم شغلها، واسماء اذا لها اسماء محددة. لا نحن بالنسبة نبلش بعيد الفصح، كونه قبل عيد الفطر بلشنا بالتحضير، المعمول، البتفورات، الكوكيز، كعك العيد المهم اللي ما في حدا، ما بكل عيد لازم نعمله نحن بأنواعه. يعني صحيح بالعيد الفصح بمميز بالبيض، فكرة البيض هي فكرة هو عيد القيامة، فحياة جديدة، قيامة يسوع المسيح من بين الأموات هي حياة جديدة، فالبيضة بترمز لهذا الشيء، ترمز للحياة الجديدة وقت تطلع منها الصوص، بتعطي فرح للكبار والصغار طبعا. فنحن نتميز بعيد الفصح بالتزيين بالبيض والألوان الزاهية الربيعية، لأن هو بداية أكيد. فينا نرفع هذا الصحن شوي من عندك لحتى يبين معنا، يمكن على الكاميرا، خلينا بس ثابتين شوي لحتى نقدر ناخده. تمام، هذا بما أنه نحن عم نحكي عن حلويات عيد الفصح، فهذا من الصحون المميزة اللي بتكون موجودة بالبيوت السورية وبتختلف بأشكالها. يمكن في ناس بتعمل كيكة بيكون مزينة، أنت اليوم عامل شكل شوي مختلف. إيه بريوش، هو فصح العيد، هو هاي الخبزة لازم نحن نختارها مع البيضة، يعني بعد صوم 40 يوم عن اللحوم والألبان والأجبان والبيض، فطبيعي إنه نحن بهاي الفترة نكون مقطوعين عنها، نبلش ناكل. الشعب اللي صايم فبياكل دسم. صحيح. خلينا نتعرف على هذا. بالنسبة للكوكيز هي شكل البيضة أو شكل دائري، وعليها أشكال، نحن عاملينها صوص مع بيضة مع فراشة، يعني كل شيء بيدل على الفرح والربيع وفرحة العيد. يعني بالنسبة للهلال هو لعيد الفطر، وبنفس الوقت هو لعيد الفصح طبعا، يعني هو يعني حتى الرموز هي كلها مشتركة بين الاحتفالات الدينية. يعني يعني بنشوف أشكال متعددة، تشكيلة بتفور نحن مندللها بالعيد، يعني بالأيام العادية نعملها طيبة، وبالأيام العيد نحن نعطيها قيمة أكثر، قيمة مواد أكثر، قيمة اهتمام أكثر، قيمة ديكور أكثر، لتبرز إنه هي طاولة العيد تبقى مميزة عن الأيام الأخرى. صحيح. طيب بما أنه حكينا عن هلا خلينا ننتقل هون، يمكن بيمشي مع كل الأعياد هذا المعمول؟ أكيد أكيد، معمول جوزية، راحة، معمول فستو، معمول جوز، نرج، عجوة. السنة عاملين العجوة بطريقة مميزة، هي العجوة الطريقة الإماراتية أو الخليجية، هي بالزعفران والهيل اللي داقوها كتير حلو كتير، يعني عم يجي عليها طلب أكتر شيء. شو أكتر صنف عم يجي عليه طلب هلأ؟ بس المعمول بشكل عام، يعني هي بشو؟ هي بالراحة، هي بالراحة، هي بشكل ورقة. تمام.
يعني انواع مختلفه حتى الاشكال. هلا يمكن هي بهذا الشكل نحن متعودين عليه انه جوز وفستق. جوز وفستق. جوز وفستق مزبوط. هلا في نحن بالنسبه للمصلحه ما في شيء ما بنقدر نغيره، يعني صعب يعني نغيره. في قوالب هي بتكون مطلوبه. ايه هي هذا القالب مصمم للجوز، هدول جداد شوي يعني. يعني معترف عليه انه هو للجوز، هذا للفستق. هدول جداد شوي الاشكال. هدول ملقط على الايد يعني بالملقط. بالملقط شغل ايه طبعا هذا ايه طبعا كله شغل هذا المطبخ الشرقي. خلينا نحكي عن مطبخك بالذات، يعني شو اليوم اللي بيميز مطبخ الياس عن بقيه المطابخ الثانيه؟ هلا الحمد لله نشكر الله. بعد اسمحوا لي ذوق طبعا يعني بعد فتره هاي السنه الخامسه الحمد لله بالمشروع، نحن اللي عم نتميز فيه هو نحن ما عندنا تحضير. يعني نحن مطبخ اسمه مطبخ بالرخصه تحضيري، يعني إذا أنت ما طلبت الأكل أنا ما بقدر صنعه سواء حلو أو أكل. يعني دائما على رغبة على الناس، على رغبة الزبون. طب ذوقك هون ما بيتدخل شوي إنه تنصحهم بأصناف جديدة أكيد. أو بنكهات جديدة؟ إيه أكيد طبعا. مثل ما السنة حاولنا ندخل الهيل والزعفران. أنا بدي مي ما فيني أكل هلا. الهيل والزعفران. طيب هاي النكهات خلينا نقول نحن شوي مطبخنا الشرقي بالعموم بيتميز بالنكهة. يعني اليوم مثل ما قلت انت عاملها على الطريقه الاماراتيه زايد فيها شويه هيل وزعفران مزبوط. طيب بشكل عام في شغلات بيقولوا عنها اساسيات، ان كان الجوز الفستق العجوه هدول اساسيات. صرنا نشوف ناس صارت بتحب الراحه، بتحب نانرج الفواكه، شغلات جديده صارت تدخل. قد ايه بتشوف اليوم مهم كمان كل حدا يكون له شيء بيميزه؟ يعني انا بقول هذا شغل الشيف الياس، أنا بعرف إنه هذا شغله، فأنت شو حبيت شيء يميزك بين كل الحلويات اللي أنت بتعملها؟ شو النكهات أو الشيء اللي أنت اشتغلت عليه ليعطي اسمك الخاص أو بصمتك الخاصة؟ أنا اشتغلت على الكوكيز بالأعياد أو بالمناسبات بالأعراس، صار له بصمة خاصة فيه. إيه لأنه أنا بشتغل حصرياً باللوزينة، أنا ما بشتغل بالسكر، يعني في عجينة سكر. طبعاً عجينة اللوزينة بتطلع أطيب ومفيدة أكثر. إيه أنا هذا اللي تميزت فيه. يعني مو كثير هو الاشخاص اللي عندهم دايت المفروض ما ياكلوا من هذا الاكل كله وخاصه يعني السنه كثير داعمين الاكل بالسمنه الحيواني. طيب مو بس نباتي، حيواني. في ناس بتطلب شيء بتقول لك اعمل لي اياه واعمل لي اياه بمواد اللي هي المواد اللي بتنفع السكري، مثلا ان كان من الطحين للقمح، في ناس بتاخذ الشوفان مثلا، في ناس تاخذ سكر الستيفا اللي هو بيجي سكر خفيف مثل السكرين. يعني السكرين اللي هو الجلوكوز هو الماده الوحيده اللي حاولنا بهي الفتره من فتره سابقه اشتغلنا فيها لناس مرضى سكري. اما بالنسبه للخبز كثير انا اشتغلت بالخبز الفرنسي، ومر الحلقات الحلقه الماضيه انطرح هذا الموضوع. فكثير خبز الشعير، خبز الشوفان، خبز بس مو بالحلو. مو بالحلو، لا يعني ما بالحلو. بالمالح ما يعني حتى لو طلعت طيبة بس ما راح تطلع بهي الجودة، ما راح يطلع معنا هي النوعية أو هي القيمة من البضاعة اللي ملفتة للنظر بغض النظر عن الطعم والريحة. طبعا يوم بدخل أنا المواد الطبيعية اللي هي الطحين، اللي هي الشوفان، اللي هي الشعير، طبعا هي بدخلها بالخبز بس ما فيني ادخلها بالحلويات. طيب الاشخاص يلي عندهم دايت ومانعين حالهم عن السكر او عندهم مشاكل صحيه، شو بتنصحهم هيك بنوع ياخذوا منه يعني يكون امن بالنسبه لهم من ناحيه السكر؟ مو بس انا استاذي بنصحهم، حتى الدكتور الاغذيه او دكتوره الاغذيه اللي هن يبقوا واقفين على ايدها تبقى ناصحتهم انه في يوم ويك اند، هذا يوم اسمه نحن بالرياضه عندنا يوم مفتوح، انه بحق لك طبعا تاكلي كل شيء بس مو كل شيء كل شيء يعني أكيد. مسموح انك تاكلي قطعه حلو، قطعه فواكه، حتى لو فيها سكر أكيد. بس يوم بالاسبوع. هذا الصحن بالذات هو من الشغلات التراثيه اللي موجوده بكثير اماكن من المحافظات السوريه ومميز، اللي هو كعك اليانسون يمكن بنسميه. كعك بحليب او مرشم او قراص او قراص العيد، تسمى كل بكل منطقه مسمى. طبعا تقريبا كل العالم تعرف اسمائها، يعني هي أكلة مميزة وما بيمرق العيد سواء كان الواحد وضعه المادي فوق أو تحت، يعني مكوناتها بسيطة بسيطة بنعمل يعني بالبيت وبيقدر يعملها الإنسان بغض النظر، عفوا بغض النظر عن الجودة، طلع من الصينية بغض النظر عن الجودة مش اليوم تفضل بغض النظر عن الجودة هي بدها تطلع وبتطلع طيبة. يعني
هاي الاكله كيف ما طلعت رح تطلع طيبه، لانه هي تتبيله البهارات او دقه الكعك اللي فيها هي اللي بتعطي، والحليب يمكن اليانسون هو الغالب عليها، الشمرة، الهيل، المحلب، جوزة الطيب، كلها يعني هي دقة كعك اسمها. يعني موضوع الزينة كمان كتير مهم، المنظر كتير مهم بال بحلو العيد. قد ايه انت بتتدخل بزينه العيد او بهي التفاصيل الصغيره او بالرتوش اخر شيء انت بتتدخل فيهم ولا؟ اي لا، هذا الشغل شغل ايدي يعني. يعني بحضر قبل بفتره العجينه اللي هي بتباس، اللي هي اسمها عجينه بيستياج، من اللي بنصنع منها الرسمات بالمقاطع، بعدين بنعمل كوكز قبل العيد بيوم بنحط عليها وبنزينها. اكيد كثير انا بحب الزينه، بحب الديكور يعني. بحب طاولة العيد تضل هيك منضوية يعني مبينة يعني. صحيح. بغض النظر ميلاد، فصح، أضحى، فطر، كل الأعياد مباركة، وكل عيد له طب بنحاول نعمل مثلاً يعني الشيء الخاص. السنة أنا عملت هذا الهلال حسيته إنه عن جد مميز يعني. صحيح. طيب هي الألماس النجمة اللي بقلبه بتتاكل ولا؟ طبعاً. إيه لا بتتاكل، هي سكر. حلو كتير. أنا أول شيء بدي أكل النجمة اللي هو الهلال. طيب شيف، خلينا نحكي شوي اليوم عن الانتشار والتسويق والشغل. اليوم نعرف نحنا صار في عنا سوق موازي للسوق الموجود، هو السوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صار بيوفر للناس إنه هي بتقدر إذا كان عندها مشروع صغير إنه هي من خلال هاي المواقع تنشر شغلها، ناس توصلها تعطي تواصي، وخصوصاً اللي برا البلد أو بمحافظات تانية. قد استفدت من هذا الشيء بشغلك؟ أنا بالبداية المشروع كل الشهرة اللي أخذت أو السمعة اللي أخذناها، أكيد الواقع فرض طبعاً النجاح، إنه المادة أنا اللي عم بعرضها لو ما إلى سوق أو ما عم تعجب الزبائن ما بيرجع بياخذ، مهما حتى لو بدي يبيعها بأرخص الأثمان. إذا ما عجبته قلت ما باخذها يعني، هي مانا طيبة يعني. بس الحمد لله نحن كل مالنا بشكل بطيء، ولكن أنا فرحان إني بطلع بشكل بطيء يعني، إنه ما بدي أطلع بسرعة، لأنه كل ما الواحد مشي خطوات النجاح ببطء كل ما بيكون ثابت. الجودة هاد بحافظ على معيار أساسي أكثر، معيار أساسي واللي هو الجودة. دائما الناس اللي بتشتغل بالأكل شو ما كان يكون شغل الأكل بتخاف من هذا المعيار، لأنه اليوم أنا إذا دقت مثل الانطباع الأول، إذا دقت أول مرة وما عجبني فما رح أرجع أكرر هذا الشيء. الجودة بدها شغل كتير، إن كان من المقادير لطريقة التحضير للزينة، وهذا الشيء بيوازيه كمان تكلفة مادية عالية. بهذا الوقت كيف عم تحاول توازن بين المواد والجودة للحفاظ على الجودة؟ بس كان عندي صفحة على الفيس هي اللي ساعدتني بنشر الـ 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 البضاعة، لنشر المادة، لنجاح المشروع أكثر. صار ينعرف مطبخ أكلات ستي من خلال الفيس، بعدين انتشر بالبلد اللي أنا فيها أو بالمحيط تبعي وبالبازارات، يعني كبرنا. هلأ بالنسبة لسؤالك، الجودة، الجودة، الجودة اليوم بتعتمد درجة أولى، درجة أولى النظافة. الشخص اللي عم يشتغل لازم يكون مأمن له بضاعة نظيفة. اثنين، لازم هو يكون مرتاح نفسياً، ما متوتر. انا لانه انا كشيف كل خبرتي طويله، رغم ذلك يوم بعصب بطل اعرف اشتغل. ما بتقدر، يمكن ما بيطلع معك شيء حلو، اكيد بكون ستريس عندك، خلص ما بتقدر تركزي. يا هي بدها تحترق، يا بدها تطلع ناشفه، يا طيب نحن هون عم نحكي في راحه. ماده نظافه تماما، كفاءه الجوده، اكيد حواليك كفاءه يعني. الجوده مع الوضع المادي، كانت عم تسال سلمى، يعني في توازن بيناتهم؟ يعني دائما الوضع المادي ممكن ما كثير يسمح. أكيد بالوضع المادي اليوم يعني الأسعار يعني مناسبة لكل العالم؟ لا أكيد ما رح تكون لكل العالم صراحة يعني، في يعني بس يوم أنت يعني في بضاعة بالسوق مطروحة نفس المادة بس بطريقة مختلفة، سواء بالمادة الخام اللي هي مثلا لنفرض العجوة، السمنة، في نباتي، في حيواني، في طحين نظيف، في طحين إعاني، في طحين كذا، مواد مختلفة تماماً. بس أنا يوم أي محل حلويات أو أي مطعم أو أي مطبخ بشكل عام يعرض بضاعة، يبقى ما نحاطط أسوأ البضاعة وعم يعرض بضاعة عالية الجودة، لا. نحن ما فينا نجيب طحين رخيص يطلع معنا هيك بضاعة، أكيد بدك تحطي مادة نظيفة. طيب شو بتنصح اليوم العالم يلي بدهم يجربوا هيك؟ نصيحة سريعة وأخيراً يعني الناس يلي بدهم يجربوا حلو من مطبخك، شو بتنصحهم؟ الحمد لله نحن كل شيء عنا مميز. وقبل ما اقول كل شيء يعني، انا بترك لهم هن ليشعفوني الشيء المميز يعني، هالرأي يجوا يذوقوا ويختاروا يعني. اي طبعا يعني اكيد.
واي معلومات احنا اي شخص بده يستفيد من خبرتنا او من مطبخنا عم يتواصلوا معنا على الواتس او على الماسنجر وعم بعطيهم عيارات ودقيقه. عم تسوي كورسات يعني تعليميه ممكن ولا لا؟ ايه طبعا انا بالاساس درست، انا معي شهاده تدريس يعني سر المهنه بتعطي مانك بحافظ عليه. لا هذا سبق المحاضره اللي حكيت فيها، انا حدا بحب اعطي. حلو هذا الشيء، يمكن العطاء بيستمر وبيدور وبيرجع لصاحبه، انتشار النكهه على نطاق اوسع، بسعاده وراحه، فرح انت يعني. صحيح اكيد، يعني مو كل شخص رح تعطيه الحياه السر او هاي المهنه هو رح ينجح معه مثل ما انت عم تقولي. اكيد يعني صحيح، وانا بتمنى ينجحوا بالنهايه. نفس يعني نفسه للواحد يتميز بنفسه، شخص وشخص يعني. اكيد بالختام بدنا نشكرك شيف الياس، يعني اليوم هيك اطفيت على صباحنا نكهه خاصه ومميزه، فرحتنا بالوان واجواء العيد وكعك العيد، وبنتمنى يا رب الكل يكون قدر بهي الايام الصعبه يكون موجود ببيته ولو صنف من هي الاصناف رغم كل الظروف، والسلامه اكيد والصحه للجميع. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، كل عام وانتم بخير. شكرا للاخباريه السوريه، شكرا لكادر الاخباريه، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. هدول رح يضلوا معنا ولا رح تاخذهم؟ شكرا. بدها تتاكد؟ لا لساتنا على الهواء، بدها تتاكد رح تقدر تذوق او لا. لا بدي اشرب مي بالاول. شكرا كثير لك، صحتين وعافيه. اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بألف خير يا رب. الله يخليك.